29 مهرجان قليبيا هي خمسينية المهرجان. خمسينية المهرجان معناها تنجم تكون كان دورة احتفالية بامتياز. أيضا باش نقعدوا محافظين على الخطوط العريضة والفقرات القارة للمهرجان. في خمسينية المهرجان نجم كان نظموا لقاء واسع مع ليزاديرون تاع الجامعة ومع القدماء تاع الجامعة تاع المهرجان. مش يكون فيها نقاش معمق ومش يتم فيها عرض اللي أغلب المحطات اللي مر بها المهرجان في 50 سنة. ينشط الطاولة المستديرة هذه كمال سينمائي كمال بن وناس. ثم دو كومبيتيسيون في المهرجان، ثم الكومبيتيسيون انترناسيونال المسابقة الدولية والمسابقة الوطنية. المسابقة السنة معناها لجنة انتقاء الأفلام خدمة مدة شهرين ونص على مشاهدة أفلام اللي جاءوا من أكثر من 25 دولة، واختارت منهم يعني هناك كم هائل من الأفلام، يعني جاءوا 411 فيلم هذه السنة من 25 دولة في العالم، وجاءوا أكثر من 73 فيلم أو 73 فيلم من تونس. تم انتقاء يعني منهم 46 فيلم للمسابقة الدولية من 22 دولة. السيسيون حاولناها تكون ديدي للضيف تعدى من تونس ومالغوزمون عمره ما كانش طويل لا في تونس لا في العالم الكل، اللي هو بلال بريني لوغرافور الجيريان اللي جاء لتونس من فرنسا في خلال الاعتصام القصبة 2. المهرجان السنة هي أول أوماج تصير لبلال بريني في تونس، خاصة وكانوا تعرف مالغري اللي هي الكارير بتاعه كبيرة تعرف بالباساج بتاعه في تونس بالجرافيتي اللي عملهم في تونس واللي خليهم خاصة في الحيوط بتاع المدينة العربية. معناتها أنا ربخي اون دي فريسك اللي هي تصورت نهار 19 فيفري 2011، الفريسك اللي هي الموتور اللي ماشي للحرية وهزت فوق الليجان بتاع المدينة الكل. عاودناها في الافيش وكانت توت لا شارت نتاع الفيستيفال ديال سعيد هذايا بما فيهم البوند انونس والسيت والديكور واللي بشكون كلهم معناتها إعادة زيارة لأعمال زو بروجيكت. بارابور على لوفيرتور il va y avoir un carnaval باش تكون une marche festive كبيره باش تبدا من قدام دار الشباب باش تدور على لي دي بيرجمون تاع الفستيفال باش تهبط باش تعدى على الكلوب نوتيك باش تكون فما خرجه نتاع لي دي باتو من الكلوب نوتيك pour annoncer l'ouverture du festival باش تهبط تدور فاست المدينه و اللي تخلط لي فيستيفاليي الكل والعبيد الكل والمدينه الكل للمسرح pour la cérémonie d'ouverture. في السيريموني باش يكون موجود من الاول ان سيني كونسير enfin ان سيني ميكس باش يخدموا أسامة قيدي اللي هو من تونس سي ان ميوزيسيان من تونس. من بعد باش يصيروا لي زالوكيسيون دوفيرتور. من بعد باش يصير عرض فيلم الافتتاح اللي هو سي تاسي بيان ديترو فو دونتوان بيتش من فرنسا اللي يحكي على لو باركور دو زو بروجيكت في الاوروب الكل اللي خدموا اي لي جرافيتي دو زو بروجيكت سورتو كو سيسيون هذيا اوماج زو بروجيكت اللي جاي وخدم في تونس. سا سرا سويفي دا ماستر كلاس لو لوندمان. ماستر كلاس باش يكون انطوان بيج رياليزاتور دو فيلم ومعاه مينوان لو غرافور تونيزيان اللي معين باش نستغل وجوده في فيستيفال باش يعمل اون فريسك جيونت في قليبيا اوماج للسانكونتنير. Pour le cinéma de résistance, l'initiative qui a été les 20 ans du génocide rwandais. باش تكون معناتها بالشراكة بين رواندا كيغالي رواندا بين مهرجان قليبيا وبين الملتقى معناتها سينمائي بهرقلة. Rencontre cinématographique de Hergla. Je suis حاضر معنا محمد تالوف et la réalisatrice rwandaise اللي باش تكون مخرجه احد الافلام اللي باش تعديو في السهره هذيك دي 3 كور ميتراج هما الكل في الكل اللي اسمها ماري كليمونتين توزابيت جامبو دونك من رواندا. تو لو فيستيفال دو قليبيا
C'est un festival de culture alternative et de résistance qui n'a pas besoin d'un programme spécial. Tout le programme, il est spécial. Que ce soit les soirées, Saharat Philastine, cinéma de résistance, les nouvelles expressions artistiques, l'art de la rue, ou ce n'est pas 50 ans, le maharajin, il est 50 ans, mais il est en train de l'esprit de bénévolat, ou à l'engagement, ou à la passion. C'est un festival résistant et c'est un festival révolutionnaire. هو مهرجان ثوري بالأساس وفي الأصول متاعه معناتها ما يستحقش برمجة خاصة باش يبين الثورة في المهرجان هذا سورتو اللي مهرجان 50 سنة ما قصرش حتى 2011 كما صار حتى فيستيفال قليبيا تعمل كمان وكبير بيزو واحد كل بيزو